الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله. كلنا كمرب وهو في هذه المخلوقات الجميلة والتي تكرمنا بأصواتها الرائعة. نريد أن يكون عندنا طيور زينة تكون جميلة في ألوانها ولها أغاني متناغمة ومتناسقة وبصحة جيدة. لهذا يجب علينا أن نوفر لهم النظافة، الهواء النقي، الإضاءة الجيدة، الغذاء الصحي، وأيضا الفيتامينات والبروتينات والكالسيوم إلى آخره. وهذه الأشياء تتواجد في الطبيعة، وبما أننا نربيها في الأقفاص يجب علينا توفيرها لهم. لهذا ستكون تدوينة هذا اليوم عن فوائد الليمون للطيور وطريقة تقديمه. الليمون هو بالأساس منسج موجود فيه فيتامين سي، وهو فيتامين مهم في حياة الطيور. أيضا قادر على تنظيف منجرة عصافير من الجراثيم. كذلك قادر أن يقضي على الديدان المتواجدة في بطن الطيور. كما نعرف أن الليمون من الحمضيات المليئة بالفيتامينات مثل البي والجي، ويحتوي على نسبة كبيرة من مواد الكربوهيدرات. كما يوجد فيه أملاح معدنية ومواد حيوية مثل كالسيوم، بوتاسيوم، حديد، فوسفور، ومواد كثيرة تلعب دورا هاما في توازن تغذية الطيور. والآن سنتحدث عن فوائد الليمون. أولا، الليمون منقي للدم ويساعد على تخليص جسم الطاقة من السموم. ثانيا، فعال في حالة أمراض معدية. ثالثا، طارد للديدان. رابعا، طارد للزكام. خامسا، مضاد حيوي طبيعي للطيور. سادسا، مطهر طبيعي للجرور. سابعا، يحارب الجفاف عند الطائر. ثامنا، يساعد على الهضم. وتاسعا، يساعد في انتشار البكتيريا النافعة في الأنعام. ولو قمنا بوضع الليمون وحده في ماء في الطيور فلا نقوم بتركيزه. فحامض السيتريك الموجود في الليمون إذا زادت نسبته قد يؤدي إلى موت الطيور. لهذا نقوم بإضافة الثوم والليمون إلى مشربية الطائر، فهي وصفة مشهورة وشائعة في عالم تربية الطيور ولا شك من فوائدها. لكن يجب التنويه أن الثوم له فوائد وسلبيات، سبق أن تحدثت عنها في الحلقة السابقة. سأترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. والآن سنتكلم عن طريقة تحضير الثوم والليمون للطيور. أول شيء، نرفع جميع المشربيات عن الطيور لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نقوم بإحضار حبة الثوم ووضعها في كيس بلاستيكي على هذا الشكل. هذا كي تلاحظوا معايا، نضعها على هذا الشكل ونقوم بطحنها حتى تصبح على شكل عصيدة كي تلاحظوا معايا، ولات على شكل عصيدة وتخرج ماءها. ثم نضعها في لتر من الماء، ومن الأحسن أن يكون ماء معدني أو ماء الكلة اللي هو الماء الخالي اللي تنفط لنا. نضعه على هذا الشكل هذا، نضعه لتر تاع الماء بتاعنا. لاحظوا معايا لتر من الماء، نضيفوا لها الثوم من هنا بهذا الشكل. ثم نضيف عصير الليمون كي تلاحظوا معايا، نضيفوا بحال هكا بالطريقة ونترك الماء بعض الوقت الساعة الأقل باش يتحللو. ثم نضيف عصير الثوم والليمون إلى مشربيات الطائر على هذا الشكل هذا. لاحظوا معايا، ثم نضعها قفص الطائر على الشكل.
مرة في الأسبوع جد كافية، ويجب حذر من الإفراط في تقديمه، ولا تترك المحلول داخل المشرب يستطيع لفترات طويلة تتخطى 12 ساعة. حاولي 10 السوايع لحياة المشرب ديالك. نشكركم على المتابعة، نتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم. كان معكم عثمان، لا تنسوش تخليكم إلا عجبتكم هاد الحلقة ديروا إعجاب واشتركوا في القناة، وما تنسوش تفعيل الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد. ولا عندو شي تساؤل أو طلب لحياة اللي تعلمو سوف أجيبو في أقرب وقت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.